أعلنت تيبلز الذراع المختصة بتجارة التجزئة المنظمة التابعة لمجموعة لولو الدولية عن توقيعها لاتفاق تعاون استراتيجي مع علامة أسلوب الحياة الصينية يويو سو بهدف جلب متاجرها إلى الهند. وقام أديب أحمد المدير العام لشركة تيبلز بتوقيع الاتفاقية مع السيدة ما هوان مؤسسة علامة يويو سو التجارية ورئيسة الشركة خلال حفل أقيم يوم الاثنين في مدينة ييو بالصين. وتعتزم تيبلز افتتاح عدد من متاجر يويو سو في عدة مواقع بالهند خلال الأعوام الخمسة المقبلة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بشركة تيبلز. مقدم إليكم من قبل ايتوس واير.